طب كابتن حسن، انا مش عاوز اسبق الاحداث واخش من على الاداره على طول، انما وانت لعيب كوره كنت كابتن تيم النادي الاهلي، انت عشرت نجوم كبيره جدا بعد 67 زي الكابتن سعيد ابو النور، وكان الكابتن ابو ميده، والكابتن طه اسماعيل، والكابتن شربيني، والكابتن احمد ماهر، والكابتن مروان، والكابتن مروان، نجوم كبيره قوي. ده كان بعد 67 لحد 2 مظبوط كده. انا ابتديت العب المباريات مع الفريق الاول، بس كان دوري حبي 67 يعني وقفت الكوره 67. كويس، ابتدينا نلعب مع الفريق الاولاني، انا ابتديت العب يعني مع الفريق الاولاني. نعم، في الفتره دي. في الفتره دي هل كنت اساسي ولا كنت بتلعب شويه وتقعد شويه؟ ما كانش في دوري، فكان ماتشات العبها حبيه طبعا مش اساسي. كان في كابتن ابو غيده و كابتن سعيد ابو النور، وكان في مجموعه طبعا، كان كابتن شربيني، طبعا يعني كابتن شربيني كان بيلعب في الاول وينج رايت، وبعد كده رجع لعب بعد كده سوبر، رجع ليبرو سوبر وليبرو وكده. فطبعا الفتره ديت انا لعبتها كناشئ صغير في مباريات حبيه، بس استفدت منها كابتن، لعبت كتير، استفدت منها الفتره دي. طبعا لعبت مع ناس اكبر مني وعندهم خبرة أكبر مني. ما كانش عندك الهيبة إنك بتلعب في وسط عمالقة كبيرة زي دول؟ طبعا كان عندي، يعني بلعب مع فتح كان الرياضة في أفريقيا كلها، و يعني النادي الأهلي كابتن شربيني مثلا أو كابتن سعيد أو المجموعة اللي لعبت معاها. نعم، كابتن فيصل بيبو كان باك ليفت، أنا متخني الذاكرة أول ما طلعت يعني ألعب. وكان علي الحلو كمان باك رايت. عادي عادي، بس اجيب بعد كده بعد الجيل اللي هو دوت هو كابتن انور سلامه، وانا جاي بعديهم. يعني ده الجيل اللي انا بقوله ده ده كان الجيل اللي احنا طلعنا عليه. واحنا بنتكلم على الجيل ده كابتن حسن، جيل عمالقه عملوا اسم كبير للنادي الاهلي، هل الحرب او السنه 67 قضت على نجوم كتيره في الوقت ده؟ طبعا، من 67 اعتقد رجعنا نلعب 72 الدوري، 72 73 طبعا 5 سنين قطار، يعني ان انت ما تلعبش احتكاك دوري، اسوق محك الكوره في اي دوله الدوري العام بتاعها طبعا، واخد بالك، فانت محروم من دي، محروم من منافسه قويه فعليه على بطوله، محروم منها. بتلعب ماتشات حبيه مش زي ماتشات يعني 67 دي كانت مصلحه لناس كتيره جدا يا كابتن حسن، ويمكن احنا منها. طلع بقى بعد كده، طلع جيل بعد كده بقى. انت كنت بتلعب مع جيل العمالقه وبعد كده بقيت الالفا، كابتن اللي هو الفريق اللي طلع بعد كده تلامذه، وكان الكابتن حسن حمدي الالفا بتاع الفرقه دي، كان الكابتن شربيني، بس الكابتن شربيني ما استمرش معانا كتير. كابتن شربيني بس الكابتن حسن، انا اول واحد خد الالفا كان الكابتن شربيني، كان الكابتن شربيني بس ما استمرش معانا كتير، ما استمرش. طبعا يعني انا حضرت الكابتن شربيني طبعًا. انا عجوز برضو يا كابتن حسن، مش قليل. فتوليت انت بعد كده الالفا على فريق التلامذه، واستمرت بقى فتره طويله. ايه البطوله اللي انت لعبتها لفريق التلامذه ده حققتها وكنت سعيد بيها يا كابتن؟ يعني دوري اول دوري عام بالنسبه لنا احنا ما كسبناهوش، كانت افريقيا. لا يعني الدوري العام، اصل النادي بياخد الدوري العام بنسبه كبيره جدا. يعني ده يتقل عن 75%. احنا اول سنه 72 73 يعني من البطولات الدوري اعتقد هي النادي الاهلي يعني. فكان دي بالنسبه لنا الدوري ده عادي يعني او انا كنت قبل ما ابقى موجود وبعد ما ابقى موجود. نعم، الدوري النادي الاهلي هو البطوله الاساسيه عنده اكيد. بعد كده دخلنا في افريقيا بقى، دخلنا في افريقيا سنه 76. و 76 دي كان اول ماتش لينا، كان في الصومال، انا فاكر يا كابتن. وليا صوره معاك عمال ادور عليها مش لاقيها يا كابتن حسن. واحنا في الصومال كان معانا الدكتور سيد سالم الله يرحمه بتاع الكلام ده، كان اكيل لحم غزال قوي. الله يرحمه. كابتن حسن، في اثناء تواجدك مع فريق التلامذه وفضلت تلعب لحد فتره لحد 77 78، وجات الاصابه بعد كده هي اللي منعتك انك تكمل مشوارك رغم ان كان سنك صغير. وفي نفس الوقت بعد الفتره دي بالذات دي انت اعلنت فيها الاعتزال. هل قرار الاعتزال كان صعب بالنسبه لك انك تكمل كوره؟ طبعا، يعني انا بطلت وانا سني صغير زي ما انت بتقول، 27 سنه 28 متهيألي وشويه يعني.
28 متهيألي. فبطلت وانا صغير. وفي نفس الوقت كمان الحمد لله ما بعدتش عن النادي. كان نفسك تلعب كوره اكتر من كده يا كابتن؟ طبعا. طبعا. يعني قرار الاعتزال ده لاي لاعب كوره بياخده بيبقى قرار صعب شويه؟ قرار صعب، بس انا واخده عشان احافظ على نفسي. يعني انا عملت يعني عملت اسم وعاوز تحافظ عليه. ايوه برافو عليك. عملت يعني لعبت كويس، وقعدت فتره اساسي طول الفتره اللي لعبتها في الدرجه الاولى كنت اساسي. فطبعا مش عايز يعني اسيب ذكرى الا ذكرى كويسه قوي. الناس بيبقى اخر صوره بالنسبه لهم. ولا لعيب. وبعدين في نفس السنه بقيت مدير كوره. انا فاكر كويس، وكنت صغير طبعا قوي برضو 28 29 سنه حاجه كده. لا اكتر، لا مواسم اكتر شويه. اصعب ثلاث مواسم وانت كنت بتلعبهم كانوا امتى يا كابتن حسن؟ كله لازم يبقى صعب يا كابتن مصطفى. اللي مفيش حاجه اول ما دخلت النادي الاهلي وتعودت عليه لحد ما بطلت كوره واشتغلت فيه بقيت رئيس نادي. الالتزام. الالتزام طبعا، الالتزام بالمواعيد والالتزام بالاداره، تصرفاتك انت وانت في الملعب، تصرفاتك خارج الملعب، كل دي بتتحسب عليك كلاعب.